بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أحبائي في الله، ودرسينتي كتاب كاني لم بحي براء بقول حديث، وأنا أتلقى لي دتك دونية هوانك خاصة أي أبا ياشا دونية المهوضة إني بران حديث كوبان أو صحيحة سي كوبان اللو أقري وحن سوغرني درسيني أفراد أي نسوغرني وحن كبلابنا بإذن الله تبارك وتعالى حديث كشن يتبنات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه، حديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حديث كان أبو هريرة أيا وريي بخاري مسلم صوصاري أبو هريرة يا نبي كم غلي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة وحوليه نبي صلى الله عليه وسلم وحولي: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت. حداد أرد هذا قفك قرب كاغفر ليا مذك لنا عاق بذح هرت هذا أما قداش هذا إذ الله إدي هذا الكاغو قارو حداد كرد هذا آموس حداد هذا والحال الإمام يخطب أيضا إمامك ومنبر كساريه خطبذي وأقرنا ياي فقد لغوت وادخل لنتي لغوت وحاتكو هذا شيء هذا ما لا يعني وحاتكو هذا شيء هذا الدم اللي قاعد قريه وحاتكو هذا شيء هذا عن حق أهين أو عن توسمين أو عن صواب أهين وحاتكو هذا شيء هذا خلاف سن بوسكي لوحد لها فقد لغوت عن تربقش باتكو هذا شيء. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة، ولذلك عرورت ما إن بدنو كمدا ما يقانان أذابت الجمعة حلقة يا سؤال شاينة تابع سؤال وين، لكن سؤال كسي وين بوحيت هاي طلو أبيالك عرورت علي قيب بدن أو كمدا ما يقانان أذابت الجمعة وحضر كيسا أيضو خطبة اللي قوتشيرو قف تليفون كو عياري قف تليفون مسج كجوابي وحضر كيسا أيضو خطبة اللي أغرنية تليفون انتو صورد عاي قف الله اللي حتى استاقية أما أصغو فرنية فرنية الله اللي حاريسا قف تسبحي سيها يستقو إمام كنا أخطبين أيو كل ذلك رقي ووينابا أباهن هورتين التربية ده فهمان انت أن لفهم سينين عرورتا إيها وك لذلك أبو وينو فهمه سيء عرورتي سيء فهم سيه أفهم سيه. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت سكده وحكا ليه والإمام يخطب أيضا إمام كنا أخطبه دي كوتش رأي فقد لغوت حق باتقر مرتي صوابك باتقر مرتي لغوي باتكو هذا الشيء عن تربقش باتكو هذا الشيء هذا أتكو دم بابتا أياتكو هذا الشيء سادرادد وإلى الجمعة دي أذابت إذا إلى لنا حديث كالليحية طبنات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. والحديث وحصو صار بخاري مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
أبو هريرة وحليهي نبيك أيايري صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي نبي هدانا كبقين أمضى إذا إنا نقلبه أما أي بقلب كدرينتو أما أي كدرب مضطو هدانا أمضى إذا أقبقين لأمرتهم وحان أمر لها بالسواك عضيشو إنا عضيدان عند كل صلاة مر والبؤي صلاة استاغيان روايك عند كل وضوء مركز تؤي ويسيسنيان أما مركز تؤي صلاة استاغيان إنا عضيدان بان أمر لها هدانا كبقين إنا يبكى لكل مان أما آن لبو أما أي لبصدان لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء سؤال شو حيث أي مدر إنسانها عضيق قيمها أوليه أن حديث كالإذين شاقوا أن ميشن كؤولين نبي قلنا صلى الله عليه وسلم وحوليه السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عضيق أفكر وعرفيا وقرحيا وودقيا إلهي نواك أقرى لنقنية تبارك جل وعلا أرأيت مرتين قيمها وعضيق نوفديو المهنة مركز لنا يسوع عضيو ما هي سكول كلاك صوبرو أما نقو مسلمين انت هناك أما سوشال قريق نوغي مادو أما قف الدوكسي سكول كالصعودة إنه إلماه ساسا الله عضايا ساسا الله عضايا أرورتبا الله عضايا وحيالها إيهانا ذي كميتاي أنه مسلمين إنا لبرو عضايقا يقابك الله عضايا إنا لبرو أذيك اللي دونا يا عبادئ أجر بات كهي ليساي حتى وحي قدن بيي النبي صلى الله عليه وسلم عرب كيسي الكيسة تاتا عضايا بوها حتى عايشة وحيالها هي ولارك عبد الرحمن با عضايا لسو قلي سنبقى نركا سوى إنها كسي تاقى يا عضيقي وحان قرتا بيتيني واركا وعرسل سا عايشة ذكيني ماذا إذا إنو عضيقة دونيو فكاسان عضيقة عبد الرحمن كسو قاضي فكاسان أجبيي وان أروقي وان أجلعيي كدبو نبيو كو عضيقة صلى الله عليه وسلم أنيقنا ماشي ونبيو كقا عضيقي أيان أنيقنا كقا عضيقي بيلا ذهي رضي الله تعالى عنها وأرضاها أريد وارتا عضيقو قيمة بيضن بولايهي عافمات بولايهي وحوليه هي رب راضي النقش الرب بوليه هي قروح يدقون يعرف بوليه هي خاصة مركز ربي هو الاستاغيس خاصة مركز قرآنك هي كلام رب العالمين ما أنت ما كلي ذنى هذا الكإلهي ما كلي تأي صلاة بن آدم عالي مركو كو إيمانيو أو أتشعش هاي أو مرتي كوة أي العضيته كذا سوق قرحي سا أليقو عرفون أي القفك مرتدى هقابشة إلهي موحون يعني وحاوي أهول الناظرين إليك يعني ما عدك إيه يسعد أولي تونغضي الله تبارك وتعالى مايا وإن أنا عضيك كد لا عرورتين أنا وإن أنا قاب عبادة أبرا قاب عبادة وأجر لقيه لياي وإن أنا أبرنا وإلا حديثك وحلقة قاضا عربك عضيك عضي شدو السنة لماذا إذا لقاق هذا وحاك له لقاق هذا حريص رسولك صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة حديث كتضبية تبناب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار متفق عليه حديث البخاري يا مسلم أي صوصاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة وحوليه هي نبي صلى الله عليه وسلم بوحوليه ويل للأعقاب من النار حلق والله ويلكو وعذاب علماء وحيدهان ووادي أمتك كل حيال نار جهنم قرآن كلام يلبدا ويل يومئذ للمكذبين ويل كامي ربضاً بقرآن كوسو أروري الله أعلم والعلم عند الله لكن واقب عذاب كامي
ويل عذاب وحا إسكالة دمرك سبحانك يا رب عقاب وحا إسكالة عذاب وحا إسكالة للأعقاب لصاحب العقاب ذاتك مركي ويسيسان هيان عربت هذا يا ميشا قدن أنبيها قارسين يا الله كم ميقة أيا دائر تانية لليردان يا عرور تانية مركي سوى ويسيسة أبدا ما هو بتاين اللوها صور نقان أذيك والدة ما برطي إنو عذاب كبه لنا يا ما برطي ويل للأعقاب من النار هذا حديث كان محي في سنتاي والد كان والله يا ما ستقانا معلنك وحلقة دونا يا إنو إلمها برو او ويسد او كل دلاله او وليبا او تصو او دوك على يسان او ويسيسان اي اركا هكذا ايو نبيغو صحابة او بري جري صلى الله عليه وسلم صحابة دونا اي او بري جري انددك كدن بيو تابعين تا علماء دي ربانيين تأهانا او بري جري ارض دوضا معلمين تا اي مشائخ دانا وحالك دونا اي اي بران قابك لو ويسيستو مع والد كان وحلقه دون يا إلمهيس إن أغادو برانا إلمها بسيدو ويسيسانا يا مصحبا ميسا سحما أدقى اللفتة هذا مصحبا ميسا سحما ولذلك ما ويسيدو واحب قوري أولا برتو وحاويان تخليل الأصابع إن قعمها سال ليسوق القليل اللغة إيو ميلها القدن إيو ماشا منطقنا تشقل كاما حصل كنا سوى ناكسا سال الله الله بصده طامهيم ركا حديث كاني مناسبة بقول هايو صحابادو ايوغو صفرة ايو نبي صلى الله عليه وسلم ديار قروبة وان بحي ناي كدبا ويسدبا لبوبسيي كدبنا عددا وحل لأك ايو نبي صلى الله عليه وسلم وحوكو اركي صحابي صحابادا كاملة او ويسدي اي كبرنات مركاسو ويل للأعقاب من النار ويل إيا عذاب وحايسكالة للأعقاب لصاحب الأعقاب كوة عربها هذا أنبياء قارسينين من النار حال أوه ويل كاس النار كأهاده بمعنى ويل كاللوو شيغة يوان النار ويل من النار ويبرك ويل من النار يعني وادي النار وحو أسوق ناضي للأعقاب لصاحب الأعقاب كوة عربها هذا أن سوى نارسا أنبياء قارسينين إذا قضب كوامهم حديث كسيدة يتبنات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار سبحانك يا رب متفق عليه من حديث أبي هريرة حديث كان بخاري ومسلم باصوصار من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وحليه نبي أي وحي صلى الله عليه وسلم أما يخشى ميوسا كبقين وميوسا كعب سنين هكعب سنة لقوضة أما يخشى ميوسا كعب سنين وكبقين الذي يرفع رأسه متكمذي حيس كرؤس وقاضي ركوع له مدح كرؤ وسوق قاضية قبل الإمام إمام كون مدح سوق قاضٍ أو أسوء استاجٍ قف كمذي حيس كرؤ وسوق قاضية أما إمام كون سجود وجه ذل كصارٍ قف كوجه إمام ككهر صارية قف كإمام كوجه كهر صارية ذل ك أو إمام كون ذل كبجارٍ أو وجه سب سيف عن وجه أصارٍ هه عن ذل كأصارٍ منو شيء ذا متك وجهي سنولك سارية إيكور سجودة يا إمامك أما إمامك أنسي ونرسل الركوع متك أسوك الركوع عياي ميوسا كبقين أن يحول الله ألا إنو أبدلو رأس ومدعيس رأس حمار دمر مدعي ووعيد وقودي شديد أهو الدرن تتك إمامك كوركو ولذلك أيها الإخوة متابعة الإمام إمامك إلا الراعو يا قابك الله الرائع يا إنا لقاه نمرن يا إنا واحد بدل لجد بنعن وعلم لبرتو ما هو واحد لسكي كيرو وعلم لبرتو أو كتبتك وقرن أو علم هذا لجد راسيو صلوا كما رأيتموني أصلي قلت كذا سادو أركتين أنا قلت كذا
أنا يا جماعة كتبتي صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك ترى شيخ محمد ناصر الدين الألباني بس كده متجر كتاب حديثة ولا كتاب فقه إلا صفة الصلاة بكتال لكن يا أغري سنة يا وقت أهيا يا ديار أ يا دور ينو سلا دي سصحضو وقت ما نوها إنا هذا تليفون قيل وقال تلفزيون محل يلي بي بي سي أدبا وقت أبوها إنا لكن إنا الصلاة دي نصح النو وقت انتهينا بانوها إنا طيب السلف كي يروحي لي جلين قيبة كميدة ولا الصلاة دي وان قرحين إلا ما هي قدرتي بمعنى إلا ما هي قمركو أركو إلا سوى ناكسنو تكن أيو لما فائدة إلا هذا هي أصلا سوى ناكسن بقو تكن أجرك كإيمان أيانا إيا بركذا كسو الدقي سنة قولي يا عمي ميسا أنك بركة إمامك لا تكن متابعة نبا ما سوينا فإذا كبر فكبروا الله أكبر مركو إلا هذا ورأى ذا أدونا الله أكبر وإذا ركع فركعوا سفي عن مركو الركوع وحبضنا كدن بين هنا كهر مرن مركو سوى ناكسن ونبر كأسمو صوفريسو صار ركوع فاركعوا صار ركوع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هكا صار كعني مركو لو سمع الله لمن حمده ده مركز مغشو سو يستاك وإذا ركع وإذا سجد فاسجدوا وجه مركو دولك صاروا كدب صوفرسو وهكذا أيا متابعة الإمام وواجبها أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ميوسا كعب سنين إيها كعب صلاة ميوسا كبقين إيها كبق قف كمدحي سكر أسوق هذا يا إمام كأول مدح كر أسوق في الركوع إمام كأول مدح كر أسوق في السجود إمام كأول ركوع مثل كأول ركوع إمام كور سجود متك كور سجود يا ميوسى كبقين أن يحول الله رأسه رأس حمار إلهي إنه مدحي سما لح دمير أبته إلهي وأوذا الله وأوذا أضع إنسان إن ملح دمير لوبدرو إنه ماذا قار وحيدهان وحا وكناية عن قسوة القلب قف كقلب دمير هو حيوان كمتك هو قلب أذك بمعنى قف كقلب أذك أي دحسيني سار أنت خير بأنجلين صلاة وسكوخ شوعين الله أعلم لكن حديث كذلك سوى معي إلهي تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم عليه أن يحول الله رأسه رأس حمار إلهي نوحبكم أها تبارك وتعالى حديث كالسجالية تمناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه حديث كان بخاري يا مسلم باوريي صوصاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة وحوليه نبي قايد صلى الله عليه وسلم من غدا قفك كلها إلى المسجد كك الله وصلاة الصبح هي صلاة الظهر أو راحة أما كو عرابة وصلاة عصر يوحي كدنبية نس هرئية نس دنببة قف كمسجد ككسوت كده أعد الله الله وحو الدياري له أسقى في الجنة إلهي الجنة ده وحو أوغد ضربة أوغد ديارية أوغد ديارية نزولا مرتقات يا الله مرتقى كلما غدا أو راح مركز تأو كله ونسك ورا لجوده مر والبقو عراب أو نسك دم بلجوده إلهي وحو الديار يا مرتقات فهنيئا لكم من رواد المسجد تتكم مساجد كعادة كنكتي إن أي كسوة كذان هنيئا لكم
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ربي جزاز الله تبارك وتعالى مساجد ربي وحاء عمرة قف قلبه سإله إيمانك عمرة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تذكر مساجد ذا إلهي عمره بو الله أمانا يا رجال بكم عبي ذكر معها إيوا رجال أين الدنيا قلوب تود أين الدين الدنيا أين الدين قلوب تود لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وذلك صلاة توسية وإقام الصلاة وكو الزكاة بحية وإيتاء الزكاة وكو مال تقيام كبقى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إلهي كوها نغدر التبارك جل وعلا. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. حديث كما تدرسي أنه الدنبية وحديثك لباتنات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. متفق عليه حديث البخاري مسلم وصار من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ابو هريره وحوليه نبي صلى الله عليه وسلم وحولي ايه المنافق ايه بمعنى علامه ذا قفك منافق اللوي قال ويبديهين حديث كان ثلاث وصدح بوي هذا حديث كان صدح بو هل ملك سؤالوني علامه ذا منافقين توي بديهين منافق الشيء جينا اما النفاق الشيء والنفاق عمليه النفاق عقد جما نفاق هو قيب سما نفاق نوامد أورك قال لي ما قال جما الله يو أو صاحب كي إسلام وكبحيا مدنا مسلم كأكون دعاء أو مؤمن كأكون دعاء شيخ أكون دعاء شريف كأكون دعاء. طيب والنفاق عملي أبلي وعملك كأكون دعوي اعتقاد كحرير لمالي على مدها اللغو قرت منافق واصدح هدو كوشا كينا يبين بوكاد نرقين هدي وكرب اللمانا كسب وكوسين وكوكوين هداد آمنتنا وكو خياني نعوذ بالله صدق عذر أو خطروا إذا حدث كذب هدو كوشا كينا يبين بو هالكاكاد نرقين ما أنت روح أجرين بامتنا وذوقتين وعيد كسارون وإذا وعد أخلف هذا الله بلنتنا وكو قينيا وعلامة خطروي إلا ما أنت إلى هذا بلنتنا قبل ما بلن أفريكان ليس بلن أوروبي بلن يوروبيان أليس هذه إهانة؟ تنسوا إهانة معها وإهانة للدين وإهانة الدين تلا إهانة سنة يو إيا ضدك مسلمين تا وعيار دين الإسلام اللي هو عيار يو وأريخة ترأة ما أنت قمرك الله بلانتو أضوه مسلم وقفرك الله بلانتو لخاتيرتي آنو أنه أسعني إن دنت كالا هين بانو أقوينا إلما هيجي أنو لغو ياري إن معلم كن نقلها الله وحبراشا دوضا أيانو أس أقوينا أما أنو كسو دهنا غريب عجيب بل محاضرات كي خير كلا شيء جاي أي وقت يلا بلابيو ساعد بالله جهر مريو علي لحد أي نو بلنا لحد هالله سوك عليو نينك شيخ أبو حكولة شيخ وتضوض محاضرة الله بلاب محاد عاي لحد هذا تكون شيخ تاي ما يما إيمان يان روح حاسي خطروا والإسلام سام أقر لو ماذا نضدك أيه وينوهر سيدين بلن كهلا قبته أنت تمادا حق ولها أنت وحلوف اليوم مالين لابو صدح أفر مركز لابو أيضا إسكيني سمالي تاس
مسلمين رب الله انتهى إلى ليين يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عهود إلى لي وربنا تبارك وتعالى إذن على آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان هدين لآمننا وخيانيا إلهي عذر رضاس تبارك وتعالى هنقى إلى ليو إذن أرضيك إلمها يركع وإن تربية الله سيئة بانت وإلا قلت دقاء لما بانت حتى هو يوجد غرب يقول لي إلمها يقول بانت ما يقانان أو محادة عاي إنت يكون كورين سبحان الله يعني كانت ما بانت رونت تغانا مسلم كانت بانبو يقانا عجيبوا إلمها نوينا رونت برنا أو أذي أن لقاقه هرمالي رونت بلن كانت قادينا وين الأوفيسة أو أن لقاقه هرمالي أذيقا أما ندنا وإن إلى لنا أو أن برا إلمها أما ندى أنا اسمي مالك با نبي أي كلمة كو أمانيستي هو يدي با كوتيدي إيشك والله إن أنا شيقين أيو يرى أنا اسمي مالك وويليام ولو تربيعي إلى وحن كبر يا إنو نحفظيو أو نا إلى ليو هل كان وحن كود ديننا إن شاء الله تعالى أم أن كنا ميني درسي إني أفراد إنت أنو كوكول مينو حلقة أنت أهين وحال ذيك يا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.